هذا يقول: إذا تخاصمت مع رجل ولا أريد أن أصالحه بسبب أنه لا يأتي منه إلا الشر، سواء العين أو السحر أو يعمل فتنة بين اثنين، لا بأس. الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول، أو الله تبارك وتعالى يقول: والصلح خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين، إذا ما أراد الصلح له القضاء، يحكم به القضاء.